السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشاو أميشي. الوصفة ديال اليوم عبارة على اللاجينواز أو الكيك الإسفنجي اللي كنحضروه في جميع المناسبات. كتجي سهلة مهلة والوصفة مضمونة، صدقوني كتجي لذيذة بزاف. ومن هنا كنقول لكم الفيديو غادي نقسموه على قسمين، نحضروا اللاجينواز مع بعضياتنا، والفيديو الثاني إن شاء الله غادي نزينوها بواحد الكريمة سهلة مهلة. من هنا كنقول لك يشوفني أول مرة كنقول لك مرحبا بك، شارك في القناة إلا عجبتك وباللايك وشاركوا الوصفة مع أحباء ديالكم، وكنقول لكم فرجة ممتعة. وفي المقادير على بركة الله غادي نحتاجو كما كتلاحظوا معايا 6 حبات ديال البيض متوسط، تقدروا ديروا 5، أنا درت 6 لأن بيتها لاجينواز تكون شوية طالعة. عندي 170 غرام ديال السكر الخشن، 170 غرام ديال الدقيق الأبيض لصنع الحلويات النوعية الممتازة، وقطرات من الروح الفاني، استعملوا أي روم عجبكم. وانتقل للطريقة ديال على بركة الله. غادي نحتاج لواحد الانية يعني الباتور، غادي ندير فيه واحد القبصة ديال الملحة، وغادي ندير البيض والسكر وقطرات ديال الروح ديال الفاني، استعملوا اي روم عندكم. وغادي ندي هذا الشيء كلشي يتخلط ليا مزيان، يعني حتى كيضاعف الحجم ديالو كيصير لون البيض ابيض. من هنا كنقول البنات اللي ما عندهمش الدراب الكهربائي انها تاخذ واحد الطنجره دير فيها الماء سخون، وتاخذ الانيه دير فيها جميع العناصر، وتبقى تضرب بيديها حتى كيتكاتف هذاك البيض، يعني خص ما يطيبش ليها، ما تغفلش عليه، يعني تضربو مزيان. وتقدر تصاوب حتى هي لاجينواز، علاش لا، ونخليكم مع الصور. كما كتلاحظوا معنا هذه هي البيض من بعد ما خفقته مع السكر، ضعف الحجم ديالو، صار خفيف جدا كما كتلاحظوا. هنايا غادي نبداو على بركه الله المرحله المهمه جدا هنا، الدقيق. انا كنستعمل هذا الغربال اليدوي ديال اليد، كيجيني ساهل. غادي نبقى نضيف شويه بشويه باش ما ينزلش ليا البيض. وغادي نستعمل هاد لاسباتول هادي اللي كتشوفوا معايا، استعملوا اي سباتول عندكم في الدار. وغادي نبقى نخدم من تحت للفوق حتى ندخل هاد الكميه اللي عندي ديال الدقيق. كما قلت لكم اعزائي المشاهدين، هاد العمليه جد مهمه باش تنجح لكم لاجينواز، يعني كنبقى عليها بشويه بشويه حتى كندخل هاد الكميه كلها ديال الدقيق. من بعد ما انتهيت من الكميه ديال الدقيق اللي عندي، سمحوا لي كنتو كتسمعوا الصداع ديال ولدي، ما خلانيش نهضر داكشي علاش درت الفوا سيباري على الفيديو. كما كتلاحظوا معايا باقي محتفظه على قوام ديال لاجينواز. هذه هي لاجينواز الحقيقيه البنات، الا كتكون لكم هكا خفيفه، يعني تقريبا خدات معايا واحد 4 حتى 5 ديال الدقيق، بشويه بشويه انت كتدخل داك الدقيق حتى كيدخل لك كلشي. انا هنايا اخترت اناء مربع تقريبا القطر ديالو 26 سنتي، مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، ودرت ليه واحد القاعده ديال الورق ديال الزبده. استعملوا اي قالب مفضل عندك لالا. هنا غادي نكب الخليط وندخلو الفران مسخن على 160 درجه تقريبا، نخليها واحد 30 دقيقه طيب ليا من التحت ومن الفوق، و إن فوا تبان لكم غادي وكتحمر، يعني ما تحمرش لكم بزاف، تاخذ داك اللون الذهبي صافي خرجوها البنات، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها ان شاء الله.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي لجينواز. جات كتحمق واحد الرائحه اللي عطات في الدار ما نقول لكمش. انا من بعد ما طاب خليته حتى برد على خاطر خاطرو باش ما يتفرتش، لان على الجينواز كتكون كما كتعرفوا كتكون خفيفه بزاف، وهذا الورق ديال الزبده فريمون عملي كيساعد انك الحلوه ديالك تكون شاد الفورمه ديالها. وهذا ما كان البنات، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبالاخص الوصفه جربوها البنات، راه فريمون رائعه جدا ومضمونه. وتسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نزينوها مع بعضياتنا، ونقول لكم واحد الطريقه سهله ماله باش كنزين هاد الكيك هذا. ونتمنى يا ربي نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنساونيش البنات والكيتابعني باللايك، واللي مازال ما اشتركش اشترك في القناه ديالي، وفي التعليقات ديالكم اللي كتحيدوا من وقتكم كتعطيو ليا شكرا جزيلا الشكر. وتسناوني في الفيديو الجاي، وكنقول لكم الى الملتقى.